بعد فترة نور فتحت تليفونها بخوف من تهديده. ألو، كنت متأكد إنك هتفتحي موبايلك. بقولك إيه يا نوري، أنا قدام المستشفى أهو، انزلي لي أشوفك، وحشتيني. نعم، أنت مجنون؟ أنا مستحيل أسمع كلامك. عامر قفل السكة في وشها. نور راحت قعدت على الكرسي اللي قدام سرير سليم وقالت بدموع: سليم، فتح عينك بقى بالله عليك، أنا خايفة من غيرك، حاسة كأني تايهة، بس الدكتور قال إنك مش هتفوق إلا الصبح علشان البنج. أوف، طيب أعمل إيه؟ وأنا كمان أصريت أقعد معاك وخلتهم يروحوا يرتاحوا، أنا خايفة قوي، سكوت عامر مش مريحني. ليه بس يا روحي؟ ده أنا طيب وبحبك. عامر؟ أحلى عامر سمعتها في حياتي. لقيتك مش راضية تنزليلي، قلت أطلعلك أنا. أنت عايز مني إيه؟ حرام، سيبني في حالي بقى. حالك هو حالي يا نور. وطي صوتك يا بني آدم. إيه؟ خايفة على حبيب القلب قوي كده ليه؟ نور بعصبية وهي بتزقه بره أوضة سليم، وكان في أوضة جنبها وقفوا فيها. إيه ده؟ انتي مش خايفة مني واحنا واقفين لوحدنا كده؟ قطعته ببرود: عايز ايه يا عامر؟ عايزك يا نور بقى تروحي تعرفيه كل حاجة يا نور. نور لسه هتتكلم، جه في بالها فكرة وطلعت فونها بالراحة من شنطتها وخبته في جيبها ورا، وراحت قعدت على الكرسي وقالت بكذب: انا عملت كده مش علشان سليم، سليم اصلا ما يهمنيش، انا عمري ما هنسى كلامه ليا وكلامه للناس عني ان مجرد خدامة، وانه مستعر مني يا عامر. عين العقل يا حبيبتي. نور وبحركة سريعة ضغطت على التسجيل وقالت بدلع: عمورة. ايه قلت ايه؟ عمورة. بقولك قولي يا قلب عمورة اللي انت عايزاه. أنا زعلانة منك يا عمورة، بقى تمض سليم على ورق وتاخد توقيعه من عليه وتدخله في مناقصة خسرانة، لا وكمان في عملية غسيل أموال وسلاح. انت عرفتي الكلام ده منين؟ نور قامت وقربت منه وقالت بدلع: مش مهم، المهم انه صح. طب كنت قولي وانا ساعدك اكتر. بتتكلمي جد يا نور؟ عين العقل والله، وبدأتي تعرفي مصلحتك فين ومصلحتك معايا. صدقيني يا نور، سيبيلي نفسك خالص وانا هعيشك ملكة، كل طلباتك اوامر، هعيشك العيشة اللي بتحلمي بيها. موافقة بجد يا نور، انا بحبك قوي. نور ضغطت على ايديها جامد وقالت بحزن بس دارته بابتسامة: وانا كمان بحبك يا عامر. برافو، حلو قوي، طبختوها صح، بس تصدقوا لايقين على بعض. سليم، انا اسمعني بس. اسمع. ما انا سمعت، ويا ريتني ما سمعت، سمعت بما فيه الكفايه كمان. نور انت طالق. سليم انت قلت ايه؟ عامر بفرحة: طلقك يا حبيبتي. نور دموعها نزلت وبصت على سليم بعتاب شديد اللي مقابله ببرود اشد: بلاش دموع التماسيح دي بقى، بقيتي مكشوفة خلاص، بطلي تمثيل. نور بابتسامة وجع وسط دموعها: دموع تماسيح وتمثيل؟ انت شايف كده يا سليم؟ عامر قال بخبص: خلاص بقى يا نوري، اللي كنا عايزينه حصل خلاص، وهو طلقك اهو. و قطعه سليم بلكمة وقعته على الارض: ما تتدخلش يا ابن البنة. ما ايه؟ ما تدخلش. انا اتدخل ونص كمان. وبصفتك ايه؟ بصفتي ايه؟ ده انت لسه سامع بودانك يا سليم باشا،
جوزها يا سليم باشا. سليم ثواني وطلع مسدسه وضربه في رجله. ايه اللي انت عملته ده يا سليم؟ كل اللي في المستشفى طلعوا على الصوت. الدكتور قال بعصبية: انت مين يا جدع انت؟ وبعدين انت ازاي تضربه؟ لا كمان في المستشفى مكان عام، انت فاكر نفسك مين؟ مش فاكر نفسي حد، عشان انا مش اي حد، انا سليم الجبراوي. الدكتور سكت وعلامات الخوف بانت على وشه. سليم ابتسم بغرور وشد نور من ايديها جامد. سيبني لو سمحت، سيبني قسما بالله العلي العظيم يا نور، لو ما سكتي لكون موريكي مين هو سليم الجبراوي على حق. اكتمي. مش هسكت، فاهم؟ مش هسكت. وبعدين اوعى تكون فاكرني خايفة منك يا سليم باشا. لا انا ما بخافش من حد، ما بخافش غير من اللي خلقني بس. سليم بصلها نظرة غريبة لوهلة فكرت انها نظرة حزن، نظرة عتاب، بس نفى كل ده وهو بيقول بغرور: قريب هخليكي مش بس تخافي، لا تترعبي مني كمان. نور سكتت وبصت له بعتاب والدموع بدأت تلمع في عيونها وبتقول في سرها: ليه يا سليم؟ ليه؟ للدرجة دي ثقتك بيا معدومة؟ للدرجة دي؟ طلقني خلاص. سليم مرة واحدة نزل لمستواها وهمس في ودانها بصوته الرجولي: بتفكري في ايه؟ لا انا مش عايزك تفكري في حاجة خالص. استغفري ربنا طول ما انتي ماشية، اهو ممكن تحصلك معجزة تخلصك مني، او بالاصح من اللي هعمله فيكي. انت خلاص ما بقاش ليك حكم عليا، فاهم؟ لا يا روح امك، لو قصدك على الطلاق فده اصلا ساعه غضب. وقطعته بألم على وشه ودموعها مغرقه وشها. اسكت اسكت بقى، انت فاكرني ايه؟ ها فاكرني انا ايه؟ فاكرني ايه؟ انا بكرهك يا سليم، بكرهك. للدرجه دي ثقتك فيا معدومه؟ للدرجه دي؟ وبعدين انت ازاي جالك قلب تقولها يا سليم؟ ها ازاي؟ ازاي جالك قلب تقولها؟ طلقتني خلاص يا سليم، انت اللي نهيت كل حاجة بينا. وطلعت موبايلها وشغلت التسجيل. سليم وقف بجمود زي ما هو ورياكشن وشه جامد. ها ايه رأيك؟ امشي قدامي يا نور. انت ايه يا شيخ؟ انت ايه؟ قطعها وهو بيشدها ليه وحوطها بايده. قطعته نور وهي بتنزل ايده: ابعد ايدك عني، وبعدين انا مستحيل اجي معاك تاني، خلاص كل اللي بينا انتهى يا سليم، فاهم؟ انتهى. مش بمزاجك يا نوري. نور تجاهلته وجريت بسرعه بره المستشفى ووقفت تاكسي وركبت فيه بسرعه. نور بخوف وهي بتبص وراها: بسرعة الله يخليك يا عمو، وديني عند محطة القطر. سليم حاول يلحقها معرفش، قعد يخبط على العربية بإيده ورجله بعصبية: غبي غبي يا سليم. نور رجعت البلد وجريت على جوه، وأول ما شافت جدها جريت عليه: جدو انت جيت يا نور عيني، وحشتيني قوي قوي يا نوري. هو انا اكتر يا جدي، وحشتني قوي. امال جوزك فين يا نور عيني؟ سليم فين؟ نور لسه هتتكلم سمعت صوته وراها: انا اهو يا جدي. سليم بصلها بتحذير وراح حضنها من ورا قدام جدها وبسها من خدها: انا ونوري جينا نقعد معاك، صح يا نوري؟ هنقضي كام يوم معاك بجد يا ولاد، ربنا يخليكوا ليا. نور خبطته في وسطه، بصلها سليم بخبث واستغرب من فعلها وقام نازل لمستواها: ايه اللي انت قلته ده؟ وبعدين انت ايه اللي جابك ورايا؟
جيت ليه؟ فده بيتي. وجيت وراكي ليه؟ مزاجي قال لي كده. وإيه اللي قلته لجده ده؟ فده الصح، وأنا عمري ما هعرض حياة جدي للخطر بسببك. أنت ناسية أنه تعبان، والدكتور آخر مرة قال نبعد عنه أي توتر أو أخبار وحشة. نور بصت له كتير وسكتت، وفي نفسها هو ليه بيعمل كده؟ حتى بعد ما عرف الحقيقة ليه بيتصرف معايا كده؟ ده بدل ما يعتذر أو يحسسني أنه حتى ندمان. اطلعوا يا ولاد استريحوا من تعب السفر، زمانكم جايين مرهقين. لا يا جد، انا عايز اقعد معاك. وانا كمان يا نوري، بس اطلعي مع جوزك ارتاحي بس من تعب السفر. يلا. سليم ابتسم بثقة وغرور وطلع وهي وراه، وبيحاول يكتم ضحكته بالعافية وهو سامع تذمرها اللطيف. واول ما دخلوا الجناح سليم قفل الباب بالمفتاح، وبعدين قلع الجاكيت بتاعه وقميصه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو مفيش حاجة اسمها دبليو سي؟ وبعدين انا مش هنام هنا في الأوضة دي، فاهم؟ افتح الباب ده. وهنقول ايه الجد لو شافك نازلة من جهة وانا من جهة؟ هصحى بدري. لا مفيش الكلام ده، انا مش عاوز كده. بس انا عايزة كده. سليم تجاهلها واخد المفتاح ودخل الحمام. انت رايح فين؟ هات المفتاح. لو عايزاه تعالي معايا. قليل الادب وسافل. بعد فتره خرج ودخل الاوضه التانيه اللي في الجناح اللي هي اوضه الرياضه، وثواني وخرج نور بكسوف وهي شايفاه لسه ملبسش التيشيرت بتاعه. بس فجاه اتصدمت من اللي ماسكه. ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده؟ وليه؟ ايه ده؟ انت مش عارفه ده ايه؟ ده كرباج. وماسكه ليه؟ وهم بيمسكوه ليه؟ نور عيطت بخوف، وهو نزل لمستواها وهمس. اقولك على سر. نور بخوف بصت له في عيونه، والاول مره مش فاهماه بعد ما كانت بتفهمه من اول نظره. قاطع شرودها وهو بيقول أنا سادي يا نور. نور عيونها وسعت على الآخر وشفايفها بتترعش ووشها أحمر قوي. سليم بص على شفايفها اللي احمرت قوي بشكل مثير، ولسه هيقرب زقته ولسه هتصرخ، حط إيده على بقها بسرعة وقال بخبس لا كده غلط صح؟ نور بخوف هزت راسها. هشيل ايدي من على بقك، بس يا ويلك لو سمعت صوتك. هزت راسها تاني بخوف. سليم اخد نفس عميق وطلعه وشالها وقعدها على رجله وهي ساكته بخوف. سليم بحنان شال شعرها الحريري اللي نازل على عيونها، وقرب منها باس عيونها الاتنين ومسح دموعها. خايفه مني؟ جامد. سليم بالله عليك كده حرام. انا ما طلقتكيش يا نور. والله؟ امال اللي قلته في المستشفى ده ايه؟ ولا حاجة. واسكتي، مش عايز اسمع صوت. اقعدي على السرير، عايز انام على رجلك. ها؟ اخلصي يا نوري. هزت راسها وهي متضايقة. حطي ايدك في شعري. حاضر. بعد فترة نور اتنفست بالراحة وقالت أخيرا نام. ولسه هتنام فجأة مسك إيديها. بقى كده؟ أنا زعلان. أنا أنت إيه؟ أنا عايزة أقوم أغير هدومي وأصلي. وده ينفع وأنا موجود برضو؟ تحبي أساعدك؟ لا أنا بعرف أساعد نفسي، بس أنا عايز كده. لا بالله عليك. ماشي بس بشرط، بوسيني. ها؟ ومن بقي كمان. نور من كتر الخجل عيونها لمعت بدموع. يلا. بسته بوسة سريعة وقامت زقته وجريت على الحمام. عدت الأيام بسرعة ما بين مشاكسة سليم وغموضه
وبين تفكير نور في أفعاله الغريبة بالنسبة ليها، بس حبها ليه بيزيد يوم عن يوم. وفي يوم كل العيلة متجمعة في الجنينة وفرحانين، دخل سليم. نور ابتسمت بفرح ولسه هتقوم، بس أول ما شافت زيزي حست إن رجليها مش مساعداها تقوم. زيزي بفرحة وخبص شديد: باركولنا يا جماعة، أنا وسليم اتجوزنا. نور بصت له كتير، ومرة واحدة وجهت كلامها للجد: جده، سليم طلقني وأنا خلاص موافقة على مازن ابن أنكل مدحت. سليم اتعصب ونسي كل حاجة وراح لها ومسكها من دراعها وبقى بيهزها بجنون: بتقولي ايه؟ انت اتجننتي؟ افهمي بقى، كل ده تمثيل، دي خطة. وزيزي بعصبية راحت له بسرعة وبتخبطه على دراعه: نعم يا سليم، بتقول ايه؟ تمثيل؟ تمثيل ايه وخطة ايه دي؟ سليم مسح على وشه بعصبية وبص لنور بعتاب شديد وبيبصلها باتهام كأنه بيقول لها انت السبب. سليم قال ببرود: ايوة واسكتي، مش عايز اسمع نفسك. زيزي بصراخ وصوت عالي: لا والله هاسكت، عايزني اسكت ازاي؟ انت كنت بتستغفلني يا سليم، كل ده بتستغفلني، كل ده وانت بتضحك عليا. ماشي يا سليم ماشي، وربنا لوريك مين هي زيزي رشدي. وبصت لنور بشر ومشيت بسرعة. استني عندك، انت طالق طالق طالق، وورقتك هتوصلك بكرة، وكمان طلقتني. ماشي يا سليم باشا. نور لسه هتتكلم ودموعها نزلت: سليم انا. قطعها وهو بيرفع ايده: اسكتي، مش عايز اسمع حاجة منك. ومشي وسابها.